أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس الرابع عشر من دروس فقه الأسرة. درس 14 أدن مسلاي في الموضوع مهم اسميس موضوع النسب. ثورا بان أنروح الأسباب الكاشفة. الأسباب الكاشفة ذا شو المعنى الكاشفة؟ معناه تكشف عن أمر قد وقع. إلا فتح مثال أما كلمة نظرك نيف عقود الزواج المغفلة نغون زيكاي ثمات بانثورة ساقي ونتفضي جوج ذيوث نهضرت فيه ذيرك مثلا نتدني وكم اكزامبل نغاس الفاتحة ذاك ياه نبودا كني ونسيناريو كني ألور الناد يذير أكد فاطمة غيغريس الشيخ الفاتحة عقد الزواج ديريكت بعد الفاتحة أضروح الله بيسين غندار نوتير نخدم اللاكت دو مارياج وكي نورمال كل شيء ثان دون لوردر ولكن نيغا ونزيك ما تشكي خدمان الزيك تفضل قازي جوجا وتمطوث وخدمنا العقد الشرع خدمت العقد البلدية ولاش أضروح ناد جوج ناد ساون الدريا بلا كلمة الدريا ني ذني ثنية راه ندي سمكتين أما كنت ضرايب تقسيط حقيقية أقشي شروح هذه غير ديالي كل إناس الشيخ ويد لكستر دي نيسونس تاكي حقيقية تضرى يعني يروح هذا فاسيني سبب ذا باش غرغ إلى قيين لكستر دي نيسونس شهادة الميلاد إناس زرضا مي مازال ماركي غيماك ذي راه ذي لابيسي يعني الميثي مرني ماشي يتسو هكا يتزوجو تزوجو شرعا باد بروبلام وقامشي سقارني العقل بو إما روحو مغارة ورقازاكي هذه ماركي العقد ينس يسكس عقد ناس مني إما عقد ناس سني وقشوش مني سعان 6 سنين ستان بروبلام ذاكي نفكاد لي بروسيدور راه مخدمنا لنا الوقت مني السبب باقي قارنا سبب كاشف معناه يكشف عن أمر قد وقع كيف ذي موضوع النسب أور ذاكي لان أولا ثانيا أولا ثبوت النسب عن طريق البينة سليبروف ذاكي ذو طبيب ما إلا ثمطوث تكشم الله كلينيك من بعد طبيبة دي خدم شهادة باللي الفلان تقاط سعد الميس ثقي دليل ان الله ساجفام يعني القابلة ان دو تموى زوج شهود زوج الرجال ان غير قازك سنتلاو لك دين ربي في سورة البقرة صافي لقى ذينت ليبروف معناه ليبروف اقينا شو دبوينت الدليل باللي اقشيشاقي ذميس الفلان تقاط أكو ذميس الفلاني فقط سي بور سا مي دنيا ثورة تسجيل عقد الزواج بأثر رجعي بارفات جوستيس ذاكي ميم لا تموان خاطر لو كل الشهود هايث مثلا تزرى من زمان سي لادوبسيون يزمر يونا ذيك الخي القاضي هذي روح الكرواسون روج ادياوي سين الدريا الكذب ماشي الصح من بعد سين وقاد الدرياو ها ثاني ضراو خسار ذاك خرضنت الانساب ادي غادي تبان راه لافيلياسيون تبان راه كليرينات سي بور سا الشرع ما كدير غير مقدمه يفكي سازال هذا من قران النسب وننات باللي هو حق من حقوق الانسان ايوا هذا سورة ساكيز ما غادي تفكر لي كيستيون ثياب اسكو لي زاناليز يخدم الطباء كافيه اش يمكن حوايج غير صاج فام من الميدسان حوايج غير والو انا لي تيموا اضروح ادخل مع لي زاناليز باش تبروفي باللي ذميس لا ماشي ذميس ذا غفله من القران طيب سورة نغال ثانيا أولا ناد ثبوت النسب عن طريق البينة ثانيا ثبوت النسب عن طريق الإقرار ناشو المعنى الإقرار معناه لا ريكونيسونس اعتراف تضرمي مثل دوني ثنا غتفضي ون يسعى ميس من بعد تضرى زلزلة نغذى الجيرة نغذى شو يضران ميس يروحاس من بعد 5 سنين 10 سنين 20 سنة 30 سنة يفاث ذاك الشيء يضرون إقرار اعتراف أذركوني بلي وقي ذميس نغذي الليس وقي الشرع استعرفيس ولكن ماشي كان لن تشروا الثياب القرنس ثبوت ثانيا ثبوت النسب عن طريق الإقرار لا ريكونيسونس أمي كدمنا
ذا شو المعنى ليس ثبوت النسب عن طريق الإقرار؟ معناه إعلان شخص معين إلحاق نسب ولد مجهول النسب به، وهذا نسب حقيقي. معناه الإقرار ليس سببا منشئا ولكنه سبب كاشف يكشف عن أمر قد وقع. المعنى ذمي استيذت ولكن يضاع لسبب الأسباب، روح يا زمان جي يا زمان بعد يصير الاعتراف. النسب ثانيا ثبوت النسب عن طريق الإقرار. ثورة واحد شروط المقر معناتها إلا رقي مثلا درقاز أديني وقي ذمي أرقاز أقي قرنس المقر أقشيشني قرنس مقر له مقر له أكيس قرن يعني ذي الترمينولوجي ذي المصطلح مقر له. واحد النظر شروط المقر لن شروط لن سي شروط أساسية الشرطة مزوارو إلا قلع ذا قذي لي لعب ذي لن بالغ لن عاقل ولا قرن لي مجنون إما ليوني السلف ذا مهفول أدي روح أدي ولي وكان كان يروح أسميش ديجا بعد سنة ثمي نو تظهر تقصد نسيد يوسف يا خاكا تقصد نسيد يوسف كنت تعاون بزاف باش تفهم ثمسلتي أسمي سنة كني تقصد مقارث ماشي نضحكو الدرساقي على كل حال تظرام يرفا فاسد ذو الرئوسة شوي ظران شوية شوية بعد مثلا نسيدنا يوسف خذ من أجي لكن خان الاستديو دي الجامعة أسمبلي جنرال يا لوردر دي جور ذاتنا غاكي خدم التير ذكينا وكذا يحمل يوسف اكثر النار وقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخو لكم وجوء بكم وتكون بعد يصار المي روح يا زمان المي سي اني لا اجد روح يوسف المي ذرا الاقرار ذينا ماشي ذينا يفاث ماشي ستوذي. ولكن شحال السنه قعدان سنوات وسنوات. ولكن بعض العلماء يقول هذا نوع من انواع الاقرار نوع من انواع الاقرار يغلج مع ربي سبحانه أماكن قرن قبيلي ثساد ويثيرو أيوة الشرطة مزوارو إذن المقر لقد يلعب ذي العقل باش يلعب ذا مسلوب خطر العلماء النند العقل مناط التكليف الشرط ويسين ذا شوث أن يصدر إقراره بلا إكراه أو بمعنى آخر أن لا تكون إرادته معيبة لا فولونتي نسل قتيل ليبر وإلا قرأيون أذي سيف إذا ما سيني شوف بالسيف عليك إلا قتش تعرف سوى قبل ذميك بالسيف نو ذاك الإرادة معيبة. العلماء الفقهاء ظرنت فيما يسمى عيوب الإرادة لا فولونتي بمذان سأل عيوب برمي العيوب ينس وما قرن الإكراه معناه شخص يكره شخصا آخر على الاعتراف وهذا الاعتراف غير معترف به. يونكي السيف باش داري تعترف صح حاجه بالسيف عليك ماشي الارادينك ماشي لا فولونتينك هذا اعتراف غير مقبول. لذلك بزاف العلماء نديو باوا الحلو ان ياك جميع التصريحات نغ الاقوال التي يصدرها المكره غير الشرعيه ايليجيتيم اولا رديني ومذن بس بظلم الطلاقه. العلماء في كنسات التطبيقات لو كان ديال سبابك ذمك بالسيف عليك استفروا ذرو ياس بالسيف لو كانوا استفروا ظهر ثورا ثروا فلاك انت سي ناس فريغان هذا يسوف غداولني هل هذا الطلاق صحيح؟ لا ينوف ينثد ولكن خاطئ لم يصدر عن إرادة صحيحة أو عن إرادة صرفة وخالصة. وكما نذكر العلماء في موضوع الإيمان ربي ند إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان كما صارت قصص كما صارت قصة عمر اسمه عمر بن ياسر أدي سفغة كلمة الكفر مكره إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. المهم تطبيقات موضوع الإكراه كثيرة موجودة في الكتب الفقهية المتخصصة. هذه الشروط سين ثورة أدي نروح ثنين أدنى هذار شروط المقر له يعني اللوفانني العبد ذا ينطقن قرنس المقر وين قشيشني ثاقشيشني قرنس المقر له. وقيدا سعى الشروط الشرطة مزوارو أن يكون الولد المراد الإقرار به مجهول النسب من جهة المقر. لا شو المعنى يز
ما إلا ذا رقاز أرسين واقيني ذمي خطر اسمح فيه سيبوزون يروح أسمي سه أدنفك مثال يروح أسمي يتنادي 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 يتقلي في الناس ألميذ يباسي ولا كشيني تفضمي كشيني ذميك تفضى صفوس زلت لفيترين أدغان أدي تفضمي أكي ناثا نفيخ ذا شو ثوفيض أكي ناثا مين يروح ناكني ساعة داخل دي حصة وكل شيء ممكن دوك جرنا أنو كذا الذواء سوا سوا أكتكس نسا رجو أرجو مشكاكي شين سوا سوا فوتوكوبي ذنسا سوا سوا أستفك الله في الخدمة السنظة لا إلا يون الشرط لا شوث أن يكون المولد المراد الإقرار به مجهول الناس أواقينو إزمر ميكي شوف ذمي ويخلق من الشبه 40 كما وقال المثل للغشي تمشافين خطي للغشي ولا تمشافين ولكن نرجو بالشرع هذه استعرف سلارو كونيسون ساقي إلا قذيري وقشي شاقي ورسعر الوالدين ويضاع مين تيضاع هذه رضاع إما تفضي كرواسون روجة يتمنطار نغكش مؤسسة نغ جمعية خيرية كذا هذا هو مفهوم فبالتالي الشرط أساس سي بور سان عند العلماء إلى قذيلي الشرط قام زوالو الشرط ويسين داشوث أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له معقولا أدنفك مثال سي بوزون يوني ساعة 30 سنة 30 يروح اسميس ميساقي اسمي يوفايون بقشيش يوفا ذي العمريس 20 سنة إناس ذو واقي ذمي لوجيك مو مقبولة فبدر اسمي في ساعة 10 سنين أسيناق شيشاقي ثفغلة تردميه آثاني ساعة 20 سنة شيني العمري 30 سنة فبدر اسمي 19 سنين اشتقدر كذور وثي قبل الله الشرع لا طبع مساء على ما يكون ممكن تفكر كتفاصيل مثلا ما كنسيم دروسني عدنا ودروس دي الدون اون ديتاي ولاش تمثلت جانا كل حاجة في كنس دي الحليس لأنك لازم يكون فارق السن معقولا بين المقر والمقر له ايوا ثورا نروح هاد النهضر فين نظن نقطتي الثلاثة سيسار نختم ان شاء الله هاد النهضر الفرق بين الإقرار بالبنوة والتبني قرنا كما تبسا فينسين لومور إذا قال خذم أنوالي لي كاركتيريستيك بقالا قيت مشافين باش أنوالي الفرق يعني يرسم أتي الفرق يرسم خاطئ في الأنظمة في كل شيء نظام مع نظام سيستم مع سيستم ميثود مع ميثود منهج مع منهج إلى آخره لن أوجه الشبه ولكن لن أوجه الاختلاف ثورة المريس الإقراء الله ركوني سنساقه شيني بان إهما لنكيني وساغر الدريان أضروح غال كرواسون روج أدخثر غيوم بقشيش أثر غذمي ذمي أثمار كذلي فريد فامي وفرات وقي قرناس لدوبسيون لدوبسيون أخينا دوبسيون حلال إنا سالا الله ركوني سنساقه صلافي الياسيا أكذ لدوبسيون صافي دو مخلفهم سي بور سا الى قد نظر في نقطتين ذا شو الفرق يا رسم ثم زوالو التعريف ما ردليني تعريف الاقرار معنيس اعتراف بنسب حقيقي لولد مجهول النسب اكيد نعرف لي ولي ما لادوبسيون ذا شو المعنيس يوان ورساله الدريه نغي ساعه حذايين ساعه رشين أو شي قارك ساكن في رشين إلا قد داوي قشيش أربوس دفكرة دفكرة قشيش أذي روح أدي وقشيش أثير ما كن دميس يتبناه وقيم يقارن الضبسيون وقشيش أقير دياوي إما أذيلي مجهول النسب ورسالة الوالدين إما أذيلي سعد والدين ولكن مثن ذو جيل ولا ما ادوبسيون ماشي زمرتي لي اي ثمت سمحتي اون طار بارونتيز اي نمثل ما كذا غفلام قران
ميم ديال الجزائر النغ يفغديون دوكريون المرسوم 92 نيميرو 24 يبويا غد لي بروبلامي مقرانا سي 92 زيد يفغار السا نسال ذي ثمرة الناس كوني هضو ربي علميا واقي إليجيتيم يخلف الشريعة يخلف الكود دا فامي يخلف الكود سيفيل يخلف كلش أرسا مازالف أدنى هضر فلاس ولكن ماشي السا باش أكون ديني على مستوى القانون على مستوى المراسم إضراء خسار على المستوى الشعبي أتصق مذانك وثوقر أتصق خلف الشريعة أكن كنو ربو درزي قارة الدرية أدوي غيون سكر واصل روج أثمر كذلي وفامي هاد سوريس الكواغض أثي ورثة اللي خدمتو أما كندمي وقيت مثلا ذل حرام ذل حرام من ناحية الشرعية حرام ومن ناحية القانونية ميم في لالوا الجيرية لالوا كاتريفانت كات لارتيكل 46 هشو ديننا يمنع التبني شرعا وقانونا معنى لادوبسيون إليجيتيم أما في الشرع أما في لالوا مالغري سا يضرو خسار سي بوسان إلا قسيت مثلا السين ذا شو لا ديفينيسيون إقلان ذا شو أنت الفروق إقلان ير الإقرار أو التبني ثم زواروث سبا ثم زواروث أكاسيد النغ الإقرار مباح أما التبني حرام في السناث الإقرار اعتراف بنسب حقيقي سيدس ماشي الكذب ولكن تبني الكذب حاجة أخرى ربي سبحانه القرآن الكريم يناد في سورة الأحزاب نعم سورة الأحزاب الآية 4 زرم في صلى الله عليه وسلم يبود يون زيد يخي زرم تقصد إرثة ما كندميس ولكن إمي قدر ربي باش يمنع النظام أجي خاطر النظام إلا في الجاهلية زيك تحوي جنير قازن الحروب القيرث وكذا أدياوي يرقازن المزيين أثنرن ذرون سن وسنفكن ليريتاج سنفكن كلش أسي المهم رفض السيف باش ما عاشوا الاستعمار ديوسان تحرض في اللانغ وقارني ولا مثل زيك الجاهلية قارنك لا يريثنا إلا من رفع السيف سي بوصات يحذين زرما شو قدران ديسن تخصار يا خاكا نثنيات ورثنت ماشي كان ورثنت يعني ورثنت ترى نثنيات ورثنت المؤودة وإذا المؤودة سئلت بأيدي المقتلت إلى آخره نظام جاهلي إن في صلى الله عليه وسلم يطبقيث القيمانيس ولكن ربي قفغان باش ربي سبحانه يبطل نظام التبني بالآوى القرآنية وكذلك عاماليا ذي لا تيوري ذي لا براتيك ذي لا تيوري ربي نادي القرآن الكريم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل اسمه الداعي ما رسينيوني واضح ذمي ذلك ذر يفغد كان سقيمي اسمه تيذة اسمه الصح سيبوصار بيناد وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ذي السيخ داق مشيكي دينان فقط إلى آخر الآية سورة الأحزاب الآية 4 عمليا ربي سبحانه يمرض في صلى الله عليه وسلم الزرام باش هذه يوريث متوثر كذا زينب وكذا بعدين يوريث زيدو يعني تحكي في مقرصة الزرام تذي كتب السيرة ثلا اون ديتاي لسونسيال النتيجة ربي سبحانه يفطل أبطل نظام التبني في القرآن وفي الناحية العملية عمليا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثورة نقطة ثانية هذه النهضرة لزين كونفينيون تبني أتصن سباتي قدران أتصن لزين كونفينيون أي غر شرع ربي سبحانه وحرم تبني خطان يمنى يقارن من تقارن ذا الحرم صاب ديرو استعمار الحنان يا عجبة أدنا هذا الله فيلياسيون سيصبح أدنا هذا الله فيلياسيون في النسب شيني سالف بك ذي ماك وقي مسكين ورسالة فس ذي ماس أدياسيون أثير ذميس أسيكس البروبلامي العقدة الكمبلكسني أذي غير سعود كواغض أذي سعود تساويل أذي ورث أذي بيان توفا إكساس البروبلام صافي كل مد قند الحرام وسعمر الحنان أكي قارن وياض إناس وسيظهر الحنان لكن ثي سعى ربي في خلقي ثيس أو ربي في حرمان بوركو ثي حرام لا تلي زين كونفينيو لي زين كونفينيو أجيت الدينيغ الدرس وايض إن شاء الله